حذر رئيس حزب الأمة القومية الصادق المهدي من تكوين حكومة بقرار أحادي من المجلس العسكري الانتقالي، وقال إن ذلك سيواجه بالرفض، ودعا إلى عدم التصعيد والتصعيد المضاد، مشيرا إلى أن الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ليس فجوة يستحيل تكسيرها. وطالب المهدي في مؤتمر صحفي بتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو. واقترح المهدي أن تتكون اللجنة من قاض وعسكري وشرطي وطبيب مختص في العنف ضد المرأة، شريطة أن يكونوا مبرئين من التعاون مع الأنظمة الشمولية، مؤهلين ومقبولين قوميا. وأكد أن دماء الشهداء والجرحى ستتحول إلى أيقونة خالدة. وأعلن المهدي قبوله بالمبادرة الأثيوبية الأفريقية، منوها إلى أنهم سيشرعون في الاتصال بمقدميها لدعم جهود إقامة الفترة الانتقالية بصورة ديمقراطية. ولفت المهدي إلى أن المبادرة بمثابة مقدمات لاحتمال الوصول لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. لقد حفلت الساحة السياسية في السودان برؤى مختلفة حول التعامل مع المجلس العسكري. أقول المجلس العسكري كتب دورا تاريخيا بعزل الطاغية وإزالة الانسداد السياسي. يجب أن يعترف المجلس العسكري بالمسؤولية عن مأساة 3 يونيو، وأن يقبل الآلية المستقلة المقترحة، وأن يلتزم بمخرجاتها. هنالك من أقدموا على دعم المجلس العسكري ليفعل ما يشاء، وآخرون على نقض ذلك أو على نقيض ذلك، يصفون المجلس العسكري بأنه إنغاز ثاني. هذان موقفان يدفعان بالوطن إلى الهاوية، فإن لطرفي المعادلة السياسية وسائل تصعيد مضرة بالوطن، فالمصلحة الوطنية تتطلب موقفا توافقيا يحافظ على مكاسب الثورة ويدرأ خطر المواجهة الصفريه.